لا ولا لا. بسم الله الرحمن ارفع صوتك. الرحيم. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أهم شيء يوجد نفسها بقطن هذا هنا تنغا هنا ها تنغا نفلي ادو المراجع انا فون تنغا مراجع تليا كي ان تواغ ني ميمين كنا لا سنغا ها هر تنغا هر مراجع كلمه بي هاغما وريتو حناري قمنا هاغاري هنا ان علام لو كي نوري تاغون سي ان تي كلمه مو ما وريتا مان المني صح خبر تقتل تيكا جوجي جوجي كما فينو نان كميتو agana nyame ko tamana tinke ke tumina ngota to awun tamakno ko eh lengo faro no kebe gana arkan alislam angana arkan mukta son ganga ne bombo ngunyan silama ko bombo nguma meni at cargo afana nyen shahadatan allah ilaha illallah anna sirina la ilaha illallah la ilaha illa qawri nyani la ma'budan bi haqqin illa allah kiyani la ilaha illa mana ha la ma'budan bi haqqin فونتنا كان قبل تنتقل كما قلتي الله سبحانه وتعالى بانا نعم وأن محمدا ها رسول الله محمد ني الله فارينا أتي وإقام الصلاة أن سلين سجندي وإيتاء الزكاة أن نبر نجاك بجاي وصوم رمضان رمضان جاري أن سومي بدليل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم ها لعلكم تتقون ان سومي موجب حكم مقي غير سومي موجب سرون كما كانت حكم غار تامي امر الهنيا الله كنن اذا المطلوب من الصيام التقوى الله كنن نعم من فنون قري ها توحج البيت الله الحرام انا من ذلك هجي الله كا حكينا سري بسي انغا ويجار كان نلو غتو مستا اليه سبيلا كن تيري خا سري بانغنا كاتيرين كاتي كيلك ناني حبيون بيغا ما غاني نينا تانغا تل زاد كي امغا حبيون بيغا ما كون ما الله تل خا غانا نيا موين تانك ما غا تل انتل كمبو لا يكلف الله نفسا الا ايوا الله ميون كليفو غانتا كيبي اغا لا ودا نعم الله سبحانه وتعالى شهد الله الله شيري انه لا اله الا هو كمن انتم عقبتنا قفت الله سبحانه وتعالى شفته والملائكة الملكان سيدين كفي سيدي وأول العلم أرتوانو أري سيدين كفي توا سيدي أتقائما نغسك بالقصة ترون تقول لا إله إلا هو العزيز الحكيم تنك انتم عقبتنا لا إله إلا هو تنك انتم عقبتنا قفت الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم آني تنك رينينا كيف قلت فوقنا الحكيم آني كيتانا وهذا يدل على شيء إنما يدل على أهمية العلماء والعلم الله يمجر استوان ونسير الناغو كيفي ها يسير الناغو إذن اجتهدوا هكا كيبه كما لنك فونتون وغام فسي قاها سبري حموني حدو مغيان قندي حد حتى متو فارنت صلى الله عليه وسلم خيركم من حديث معاوية بن أبو سفيان أفوان من يريد الله به خيرا يفقه في الدين سربي الله كنا خير الأمور تي أنا فاهمون ديني ها عندنا قال المفتي الديار التوحيد والسنة عبد العزيز بن باز مفهوم المخالفة من لم يرد له خير لا يفقه في الدين إذا اجتهد حنا حدينا حنا تو طيب أتمانا لا معبود أن يغني أمانا أمانا أنك بي لا لك ما أنك بي لا معبودا بحق إلا الله فانتنا كان قبل تنتون قبل تين كان قانتنا الله سبحانه لا إله هك نفي يعني أي لا إله على فوف قبل تين جميل إله راسو كبا أتلي كم ناس تنتونو إثبات مني إلا الله كي أنا قلت عندنا أركان لا إله إلا إثنين ما هي ها النفي والإثبات يا درامي ركز وأكتب ها إجات عندنا أركان لا في اللوان هذا مين فنات النفي والإثبات يا النفي كلمة نات لا إله أنا كم ناس سقطا إثبات نكان نقو ها الا الله فهنا كيف فهموا ها سليمان حسن انك يعني امامنا فهنا كيف فهموا نعم اذا لا اله كم اركان حسن ها
ها مامغو درامي لا اله الا الله كم اركان الله في قدام يا اسمك ها نوح عثمان ما اركان لا اله الا الله ها اثنين ما هما النفع والاثبات ما معنى النفع ها يلا عثمان ها نايم لا فانا تفصيل انكم انكم دغ يلا يا كابو نا ما معنى النفع ها يلا يا حبيب لا يا سليمان النفع اسمع النفع ها محمد عبد الله اسمع النفع هنا ها ها هذا ليس هذا هو المطلوب يلا عبد السلام هذا اللي يريد نفي جميع ما يبعد هذا هو لقل نفي جميع ما يبعد لا تقول لا إله إلا الله هذا اللي نريد يا كابو آه حسن أسبكم آه ساق المقاك يا بارك الله فيك علو لان قول اندي سوليني أنت ساق المقاك إذا أنا لا إله كي نفي نفي ما جميع ما يبعد أنا فوفو بطلات لا إله كيف نسنتنو آه معنى لا إله إلا كيف نسنتنو هذا نفي جميع الآلهة جميع ما الآلهة لا إله كيف نسنتنو إثبات النار إلا الله حكم كاتو كذا وانا بونتي بونتي الآن منصرون إذا أنت أنا وصل صلى الله عليه وسلم ما معنى النفي ما معنى إثبات آه تقول ما معنى شهرانيا الناس يضحكون عليك صح ولذلك اجلسوا تواغون توتين كذا أنت أخذوا خرام ونيابتين أكون الله فهمتم؟ نعم واصل طيب امركم امر كتاب امركم جميع ما يعبد الناس جميع ما يعبد من دون الله فإلا الله كي مثبتا الناس لعباده لله وحده لا شريك له كفل ما في عبادتي كما انه لا شريك له كفل ما انت غدي اغني الله سبحانه وتعالى في ملكي الله بان ان كفني امره كما انت ان كفني غفي ها فوفوناتي افونك لكن الله سبحانه وتعالى بانا وتفسيرها كيف قال بانني قوله اذ قال ابراهيم ابراهيم قلت من ياتي من قلت لي ابيه يفابدا وقومه ادي يسرو انني كير بار من بار مما تو بعد قال قال لها كيف الا الذي فطرني كانت كيف ها فطرني كلمه من ايوه ها كانت كيف اغير تكف انه وكن الله تعالى سيهديني ايوه كان وجعلني وجعل كلمه دغامك هي باقيه اتقنتني في اخره اتبه ليه لعلهم يرجعون امرو هنا هنا ساقي من يقرأ يا عبد الإله؟ يقرأ يا عبد السلام. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم قل يا أهل الكتاب ما مركم غير أهل الكتاب قام قيقات أهل الكتاب قام كورو كوني يا درامي ركز أيضا من هم أهل الكتاب كي درامي تقو ها محمد كون أهل الكتاب كتاب قام كو ها يا عثمان كون أهل الكتاب قام كو أنا قرآن متعن، كنا قرآن متعن قلنا كقولنا يا بدون يعني إيش هذا؟ قرآن ما كان كله هل على كتاب كان كنت؟ لا عيب يا عثمان، ها يا لازمنا
اليهود والنصارى صف جيم قران تنك خوت هذا معروف ها ركز بارك الله ولذلك انك كيف يكون عفاكي قران كي بان نتنك الله فانا اقيدن تو ان من حجن تو ان وصلن تو ان دينك تو كيف لا نغار نسرون غون تمن فانا قران كي مانا نكن تو يغا تن نغا الكتاب غان كو اندو اليهود ادو النصارى اتي الكتاب غان كو تعالى وهري الى كلمه كتب دغام من السواء بيننا وبينكم كيف غير هنغا الا نعبد الا الله ما خسر اسمه تو كانتنيا ها الله سبحانه وتعالى بنا ولا نشرك به شيئا وما فينا كفيه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ويقول نعم بقى يقول لك كمان انك الله سبحانه وتعالى فان تولوا يلي جنا يفلقوا فقولوا ان تدنا ها انا من يكون دنا وشير باننا وكره ماذا مسلمون هذا هو وجه الشاهد اي نعم الا الذي فتراني اي فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما لا شريك له في ملكه ودليل قوله تعالى على له الخلق والامر تبارك الله اي مرين دو تيغين سن الله دان تون كان خيرنا نيرندا سيهديني اي على الحق يوفقني او كان انا كاتكي بغني تون وجال اجت اي كلمتها اي براءه كي بغتغو من كل معبود سوى الله نعم في أخبه أي في ذريته في أخبه كيني أقر كيف يتقو أروم ممغ ها أتبه كينكو إبرام تبين ممانني أروم أقر كيف يتقو ولذلك أقر تحان ماني باتي كارفا لا تونان كينيا بات أنفا بني أدنان كينيم غير كيف يبوت نعم إبرام يقال نونغ سري أسلع اللهم يرجعون أي من الشرك إنا ساقي باكا في الكابتك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المناظر أهل الكتاب عن الكتاب غانكو ها مناظره نبر دي باتين والنصار تعالوا الى كلمه حركه ديغان من سواء بيننا وبينكم اي هذه الكلمه هي الا نعبد الا الله كلمه كيف قالت كلمه كيف الا نعبد ها الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اي من دون الله فلا نعبد اله الا فلا نعبد اله الا الله هي معنى لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله نعم أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما يعني الذين يعبدون خير الله سبحانه وتعالى فإن تولوا أي يغني فلكوا أنا أي فعل كاميرا ناكو يننتي كبار تنيا ودليل الشهادة كيف كان سيرنا لكم قدر إليه الله سبحانه وتعالى قتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم فار اللي قل لي حيميا ابو حيم يجي لكم اسلامي من ابو حيم يجي لي اقرب من انفسكم اي من جنسكم بل هو من بينكم ايضا كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا قرنبلني غير فار يا خيه يتلو عليهم ايات اجا يا عين قرني ما يزكيهم اي يسرون يعلمهم الكتاب او يقرؤون كتاب والحكمه ركيك وان كان من قبل لفي الضلال المبين حركنا كاتكي غارني سانكونتاو نوكو سانكونتاو كيبي abangante gani nam min anfusum gilla haymi azizun ay alayhi ma'anitum arisun kanyana gani ma hinana gani alaykum bil mu'minina tu mu'minun ra'ufur rahim hinana ni nafsul kalima ayna كمري هركي غورو كره حقين دري ما شرحنا ما ومعنى الشهاده ان محمد رسول الله وهذا ما انا لا اله الا الله مرتو كي غتانغينا غاتنا ما معنى محمد رسول الله انا من يكون ايوه غاتنا ما معنى محمد رسول الله انت تعته عبد الله نايم ركز سرتنا على مال الوقت مري ما انا تعت غات ما معنى الشهاده ان محمد رسول الله كي غورن ماني انا ترى تعته فيما امر أن نعمل كيبه أن نبوت كيبه أجر نعمله وتصديقه فيما أخبر أن تون أجري أنقبار كيبه وإسناب ما أنا عنه جزر أجر أنك بكف وأنا لا تبكي والله يعبد إلا الله إلا بما شرح أنا كنه والله يعبد الله إلا بما أن ما الله بتجانت كيبه أجر شرح هذا كم بري بقبي ردبري أنه يورد نعمل غير كيبه ما كندا أنه سالنا مغنى مغرب فوفو أجر ما أكون عندنا عندنا كنبري أوريني أنكم ما شاهد محمد رسول الله كي أما أتو صح كما تقول دليل الصلاة والزكاة
تفسير قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هل هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ هل هو ذلك الدين القيمة؟ ومن يامر كانت الله سبحانه وتعالى بنبت قال سانو كان بك دينا دم 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 سو ويقيم الصلاة إن صلى سجن ويؤتي الزكاة إن زكاة دم دم إن أخبر عن أتو ذلك الدين القيمة أتكي يعني دينا ننفو سنبنتي أما ودليل الصيام سمعنا قد دليل بيغان الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا سرو كوبن و حاجتوم ني سمعنا جبا حكما و يغال سمعنا جو سرو كان لا الامر هن لان كان ودليل الحج دليل بيغان حج كان قول لله على الناس ماذا انت ما تمني نعم ادمنست نروي رابط من استدا اليه سبيلا سري بيغان كثير اكن تو كوتكم fi junke ni anga nakatran qasumen kendo fotana yani madama ngayin te fane dara ayda gatu man kafar sirbena kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin sirbena kafara allah subhanahu wa taala akarni baka tege kamonunga nuwasil wal qonsigiya ha ma raaykum nuwasil o fa ber wona gir ko fane martaba saniya ha ma yelli gam gabo wona martaba ko ngutu wa inwa mutu kotana yelli gam gabo ha igam yalla sana yalla sana istahid jon rawal ma minna istahid barakallahu fik idan naktafi bi hadha al qadar kifaya ahad min shay hadaf kifa sunna kitab ganan hadaf kiga do kebe wona kitabe ketu wona amanan tu wona atango yimmo makiyat hadaf ke idan istahid barakallahu fik wa waffaqakum allah al jami الله غنيك راسك وتوخ منافسك وخبرك انت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.